ايوه احمد اتاخرت كده ليه؟ حد شافك؟ هو مجي وخلاص ياسمين، مش لازم اتاكد ان في حد بره ولا لا. طب انت اتاخرت قوي، حد شافك ولا لا؟ لا ياسمين ولا مخلوق شافني. خش بسرعه، انا عايزك بعد كده تيجي بسرعه عشان نلحق نقعد مع بعض قبل ما جوزي ما يرجع من الشغل. ماشي ياسمين. تعالى يا احمد، بتضيع انت الوقت على الفاضي. خش. يا ياسمين انت كنت بتصلي ولا ايه؟ بتاع جوزي كان بيصلي قبل ما يمشي. انا قلت انت تبتي ولا حاجه. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه المصليه؟ فعلا الظهر وجب، ولو دخلت جوه عشان اصلي ممكن اكسر ولا حاجه، بس دي علامه. لا انا هصلي هنا، وانا كده كان متوضي. الله اكبر. انا ما اعرفش ليه قلقانه، حاسه ان حاجه هتحصل. انت متاكد ان محدش شافك وانت داخل؟ يا بنت بقول لك ولا مخلوق شافني، انا فضلت اصلا بتاع ربع ساعه على ما الشارع روق ودخلت. طيب ماشي. انا هقوم مالك يا ياسمين انت قلقانه ليه كده؟ هقوم اعمل عصير يروق بالنا وكده. لا عصير يا ياسمين، بقول لك دماغي مصدعه، عايز كوبايه شاي. طيب حاضر هعمل لك شاي. اما مدد ظهري بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله يا رب، اللهم ابعد عني أي سوء يا رب العالمين، اللهم دبر لي أمر يا رب. أحمد أنا جبت لك سيفن أحسن. أنت نمت؟ قوم يا أحمد، السيفن أهو. يا أحمد يا أحمد، نهار أسود هو في إيه؟ يا أحمد أنت جايك مكان، الله يخرب بيتك. نهار أسود. طب وبعدين؟ يا عماد. ايه انت جيت بدري ليه؟ بدري ولا حاجه؟ اقول لك انا اخش اريح شويه. تريح ايه؟ تعالى بس انا عايزك في موضوع مهم، تعالى نتكلم. اتكلم ايه؟ بقول لك انا جاي تعبان وعايز اريح شويه. طب بص اقعد بس خمس دقايق هكون نظفت الاوضه عشان الاوضه متبهدله وريحتها وحشه. ايه اللي حصل لك يا ياسمين؟ هنا غريبه يا بنت ولا ايه؟ اوعى اوعى يا عماد، بقول لك الاوضه ريحتها وحشه وبعدين متبهدله، خمس دقايق بس، وبعدين انا عايزك في حوار، تعالى معايا. بس استني بس يا ياسمين بالله عليك. يا عماد عشان خاطر سودي مصيبة يا مصيبة. ايه ده؟ يا دي الفضيحة. من جابت؟ خدت عليا من ده؟ اهدى بس يا عماد انا هفهمك كل حاجة. قوم يا حيوان قوم. يا قوم ايه بس، ده شكله مات. مات؟ يا عماد انا مش عارفة اعمل ايه، كويس ان انت جيت عشان تتصرف معايا. يا عماد استنى يا عماد، انت لحد ما ارجعك. اكيد مشي وقفل عليا الباب عشان يلم الجيران ويفضحني، ولا هيجيب الحكومه. ايوه يا نهار اسود، انت جاي تموت لي هنا منك لله. يا عماد يا عماد عشان خاطري والنبي افتح وانا اعمل لك اللي انت عايزه. اتفضل. السلام عليكم. ما في ايه؟ محتاجه تجيب معايا بسرعه. خير في ايه بس؟ ما فيش وقت يا دكتور، تعالى بس معايا. اتفضل. وبعدين هتصرف ازاي دلوقتي يا ربي؟ ده جزاتي عشان الغلط اللي انا كنت بعمله، ربنا بيعاقبني. يا عماد يا عماد والنبي هتفهمني، انا هموت. افتح لي. طب افتح لي واعمل فيا اللي انت عايز تعمله، بس ما تلبسنيش هنا. يا عماد اتفضل يا دكتور. عايز اعمل فيه بس طمني، انا مش فاهم حاجه. اتفضل يا دكتور. مش فاهم حاجه، اتفضل. انا مش عارفه هو هيكشف عليه ولا انت قلت له ايه؟ طيب خلاص انت خالص دلوقتي. طب انا هستريح. هستريح هنا في الصاله. لا خليك هنا. طب وبعدين؟ يا استاذ عفوا بالظبط. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامه يا استاذ عماد. خير يا دكتور تمام؟ يعني هو عايش؟ اه الحمد لله، واضح كده بس ان هو عنده سكر فدخل في غيبوبة. شكرا قوي يا دكتور، شكرا قوي. ماشي، السلام عليكم. الحمد لله. يا رب ربنا يعين بيك. هو في ايه بالظبط؟ هو انا اللي جابني هنا؟
لا والله انت هتحور يلا ولا ايه؟ بقول لك يا زباله انت وحيد. يا استاذ ايه ده بس يا عماد؟ انا اقول كنت اسيبك او كنت ابلغ عنكم او كنت ممكن اخلص انا منكم بايديا، لكن استحرمتها واستحرمت ان انا كنت اشوف انسان بيموت قدامي وما انقذوش ممكن اتحاسب عليه يوم الدين. اطلع يا زباله اطلع بره. وانت يا فجر سامحني يا عماد والله ما عايش قدام تحت رجلك. وراح والنبي يا عماد يا عماد انا معلش مكان اروح. يلا يا عماد انا معلش مكان اروح. الزباله اللي شبهك يا عماد سامحني. مش عارف ان انا عملته ده صح ولا غلط، بس يا رب انا خفت من الحساب ان يكون في انسان قدامي بيموت وما اقدرش انقذه. ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي. هو في كده؟ بقول لك ايه؟ هنعمل ايه؟ احنا خلاص اتحطينا والحمد لله طلعنا من الموقف. الحل دلوقتي ان احنا نتجوز. هنعمل ايه؟ تكتب علي ازاي؟ اكتب عليك ايه بس؟ لو واحد غيره كان سابنا موت. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ الدكتور وطمن عليا وفي الاخر سابني كده من غير ما يعمل معايا اي حاجه. انا مش بكلمك في كده، انا دلوقتي ما عنديش حد اروح له. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه في ايه؟ تكتب عليا ونتجوز. اكتب عليك ايه؟ ايوه طبعا. قال لك عملت كده مع جوزك، مش هتعملي كده معايا؟ انا عملت كده عشان انا بحبك. تحبيني؟ تحبيني بس انا مش عارف اكفر على اللي انا عملته ده ازاي. روح يا شيخه ده انت شيطان. هتسيبني يا احمد انت كمان يا احمد؟